الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم
أولئك لهم عذاب مهين ومن الناس من والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فبشره بعذاب أليم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من وألقى في الأرض
بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث في هذا خلق الله بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا
يسلم وجهه قد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة